أنا اسمي محمد حسين القرشي، جامعة نيويورك. تخصصي هو العلوم السياسية. دخلت بالتخصص لأنه كان عندي اهتمام له من أنا صغير، سياسة عامة وكيف الدول تتعامل مع بعض. أنا أحد طلاب برنامج تمييز. سبب التحاقي في البرنامج أنا كان دائماً عندي رغبة أني أدرس برا، وسمعت من زملائي بالفصل أنه في برنامج موهبة للتمييز يساعدون الطلاب أنهم يستكشفوا الجامعات بالخارج وأنهم يشوفون إيش احتياجاتهم عشان يقدروا يدرسوا برا. تجربتي مع البرنامج التأهيلي، أنا ما كنت جزء من البرنامج التأهيلي ولكن كنت في برنامج تمييز، وتجربتي كانت عبر فترة كورونا، كل شيء كان أونلاين. لكن مع ذلك قدرت أني أخذ المعلومات وأستفيد من الطلاب والأساتذة والمرشدين، وساعدوني بأشياء مرة كثير. هدفي بالمستقبل، يعني بما أنه تخصصي علوم سياسية، أنه أتخرج وأشتغل بوزارة الخارجية وأساعد وأمثل بلدي بأفضل صورة وبأفضل وجه. النقطة اللي منحتني القبول بعد توفيق الله هي المقالة الشخصية. دراسياً أنا كنت زي زملائي، بس في منهم اللي جداً مميز. الدرجات باختبارات الـSAT والاختبارات الأخرى ما قدرت أحصل أعلى درجة فيها، فعرفت أنه لازم أغطي عن نقطة ضعفي بالمقال الشخصي. والمقال الشخصي قعدت فيه بالشهور والأسابيع مع المشرف أراجع فيه وأراجع فيه وأراجع فيه، وكل شوي نغير الموضوع. فإنه واحد يتابع ورايا ويهتم بإيش اللي أنا قاعد أكتبه كان جداً مفيد للأبليكيشن حقي. حاب أوجه رسالة الشكر للملك ولي عهده محمد بن سلمان، وللمشرفين اللي في مؤسسة موهبة وبكل برامجها، مو بس برنامج التميز. حاب أشكر أمي وأبويا اللي كانوا سند لي وما قصروا معايا بأي طلب